معكم صرخو وتتوقعوني في احد راح يجي يساعدكم؟ لا 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 ما حد راح يساعدكم ابدا. ايه اقول لك طق شايف نفسك طلعنا من هنا ولا والله لا افتح عينك لي مربعه. اه كلمني كذا؟ طيب راح ابيعك انا الحين اخليك لعبه. اقول اجلس ساكت ولا تسوي ازعاج، انا بقفل المحل ويا ويلكم تهربون من هذا المكان. طيب ايوه طيب يلا يلا اجيكم بعدين. باريو باريو كيف بنطلع من هذا المكان؟ علمني كيف. ادري يا اخوي بس اسمع انا عندي خط. حاول تسقط في القزاز لين ما ينكسر. يلا حاول يا اخوي حاول. ما يمدي حتى انا بحاول. يا رب ما يمدي كسر ما يتكسر. القزاز هذا مره قوي. الحمد لله لا طلعنا الان. كبر طلع برا. علمني بيكاتشو تفا. الان انا خلاص انا بروح انا وانت دبر عمركم عشان ما يجي يدري عني. طيب يمديك تسوينا لدرج بس مع الشباك هذا ونطلع. تفا سوينا لدرج. طيب اقدر سوينا لدرج اسطوري. نبغى درج كويس. يلا يا اخوي ماريو خلينا نتخبى لين ما بيكاتشو يخلص الدرج. تعال عندي خبينا في امطار برا. تسمع صوت الرعود والبرق. أيوة. الله يستر الظاهر شكله بنغرق برا. يلا يا حبيبي بشر يا بيكاتشو خلصت ولا لا؟ من اول جالسين ننتظر. تعال خلاص جاهز. يلا اخوي ماري تعال. واو والله طلعنا درجة. سلام على والله شوف المطر برا قوي. المطر كثير يا ولد. انتبه يا اخوي ماريو. اي بحيرة ممكن حصلها ممكن نغرق فيها حتى لو كانت مويه شويه. احنا مره صغار. حاول يا اخوي احسن ما نبقى هنا. بيكاتشو وينك؟ تعال معنا لازم تساعدنا يا ولد. والله اني بستوعب لكم انا يا لويجي. لا لازم اقعد هنا عشان ما يدري عني. لا 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 يمديك تعرف تعال عندنا. احنا عندنا بيت كبير راح يعجبك ان شاء الله. تعال معنا يا بيكاتشو. يلا الحين بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شوي لازم ننزل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف المكان. المدينة مرة كبيرة. والله المويه مرة كثير يا ولد. خلينا نتخبى. وش هذا؟ واو شوف المحل يا ولد. في كيك وفي اغراض غريبة. بيكاتشو وين؟ الطريق وين؟ مدري انا بعرف الطريق وين. يا سلام اليوم راح ابيع ماريو لويجي. راح اجيب دعم مرة كثير. خلينا الان نفتتح المحل مرة ثانية. هلا والله بمحل الالعاب الاسطوري. تدرون ان هذا افضل محل العاب في المدينة لان في العاب تحرك والعاب تمشي والعاب تتكلم. اشياء مرة حلوة. دقيقة وين ماريو لويجي؟ وين راحوا؟ ومين حط الخشب هذي؟ لا ماريو نويجي وينهم؟ دقيقة هنا كان في بيكاتشو. وين راح البيكاتشو اللي كان موجود هنا؟ لا في واحد سرق الألعاب حقتي وأنا ما أحب أي أحد يسرق. وش هذا الدرج؟ لا يكون الألعاب من سرقت. الألعاب شكلها هربت. لا
العابي ليش تهرب؟ خلينا نروح نبحث عنهم، اكيد ما راحوا بعيد لانهم صغار صغار، انا راح ادوركم في كل مكان. يلا يا اخوي ماري تعال الحقني الحقني. انا وراك. والله تعبت يا اخوي ماري، تعبت من اول ما جيت نمشي. شوف كم مشينا، مشينا مسافه طويله، وخاصه واحنا صغار الوقت ولا والمشي يكون بطيء جدا جدا. انا بديت احس بشعور النمله كيف لما تمشي. الجناح حقك مو موجود يا اخوي. لا 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 لا، في ريحة. شم الريحة. اي والله وش الريحة دي اللذيذة. واو شكلها هذا محل. ريحة بصل. ريحة بصل يا ولد. وش هذا؟ يا ابغاك يا ابغاك يا اخي ابغاك. واو هذا محل الخضار. شوف هنا وش فيه، في باذنجان. وهذا وشه؟ بطيخ. وخس. وهذا ذرة. واو انا احب الذرة، احب الذرة. ضوينها ضوينها ابغاك. ماريو هذا الفراولة يا اخوي ماريو، شوف الفراولة كيف. ماريو رفعني تعال رفعني يا اخوي. بتعال شو نحتاج مساعدتك شوية، تقدر تجيب لنا من الفراولة والتفاح اللي هنا؟ لأن جعانين جعانين مرة ونبغى ناكل. طبعا اقدر يا حبيبي طبعا. كفو عليه بجيب لنا بجيب لنا. بس هنا وش فيه؟ والله هنا في اشياء زيادة يا اخوي، في بامكن وفي بطاطس. في بطاطس. هذا الشوكولاتة ذا اتوقع الكوكوناتس مكتوب يا حبيبي. وتعال شوف هنا وش فيه، اتوقع هنا في حاجة بس ما اقدر اشوفها لانها مرة مرتفعة. في سمك، سمك واختباط. شوف السمك. شوفها قدامي هنا، والله مسكينة مسكينة. وين بيكاتشو؟ بيكاتشو بشر بشر. جبت هذا. يلا يلا خلينا ناكل الفراولة. انا احب الفراولة يا حبيبي. ما خلصنا باقي مرة مرة طعمة. الحمد لله. والله هذه الألف فراولة اكلتها في حياتي يا شباب. باقي ما خلصنا، باقي جبت تفاح بعد. يا سلام يا سلام. انا الدودة يا حبيبي. ما شاء الله تدخل. تعرفون دودة التفاحة هذه؟ هي تشوفونها هنا قدامكم، ماريو هو الدودة اللي تكون في التفاحة. دقيقة خليني اضحك، خليني اضحك بس لا اضحك. والله مشكلة مشكلة. انا بسير دودة التفاحة. شوي وجيكم تمام. طيب. لا دقيقة بيكاتشو. استنانا بيكاتشو، الصراحة نحتاج مساعدتك لانك انت ما شاء الله كبير، ايش رايك تشيلنا وتودينا البيت؟ بيتنا بعيد. نحتاج صورة بيكاتشو الاسطورية، يديك ولا لا؟ طيب يمديني. يلا يلا يا اخوي ماريو، بيكاتشو بيشيلنا ويدينا على البيت. يلا خلينا الان نتمسك. تعال تمسك بظهري يا حبيبي. يلا يا بيكاتشو. واو اخيرا وصلت اخيرا. يعطيك العافية. هذا هو البيت حقنا يا بيكاتشو. شوف بيتنا هنا وبيت ماريو هنا وهذه المجسمات. مرة جميلة. مجسمات. عندنا مجسمات، عندنا حركات ما شاء الله عليك يا بيكاتشو. اسمع نحتاج مساعدتك برضو مساعدة بسيطة. في واحد اسمه عمنا القروي موجود هناك في محل كذا تلقى صورة مسدس فيه. روح له وقول له لويجي وماريو يحتاجون مشروع يكبرهم يخليهم كبار يا حبيبي. تقطع قلب الحين. كفو عليك يا بيكاتشو. اخيرا تتوقع يمدي يجيب لنا مشروب ولا لا؟ والله الحمد لله نقدرنا نهرب. الحمد لله نقدرنا نهرب من وحش الألعاب هذا. وحش مجنون. تتوقع يا ماريو يجيب مشروب ولا لا؟ والله لو يجيب مشروب بيكون شيء كويس. عمل قروي دائما يحل جميع المشاكل. وين ذا وين؟ انا شايفه هنا. انا شفت بيكاتشو هنا. وينك يا بيكاتشو؟ من اول قاعد الحيك. وين راح هذا؟ هذاك هو هناك اتوقع اللي شايفه. خلينا نروح ونقبض عليه. لا اخوي ماريو، وحش الالعاب يروح يقبض على بيكاتشو. اخوي ماريو اجوبك تعال. وش تسوي؟ ما ينفع لازم ننتظر بيكاتشو هنا، لان لو تحركنا من هذا المكان بيكاتشو ما راح يشوفنا بيضيعنا. هذه مصيبه لان احنا مره صغار. لا وقف
لازم نستنى، لان لو رحنا بنضيع في العشب راح يشوفنا بيكاتشو بدك بنجي اكبر. احنا اتفقنا معاه ان ننتظر هنا، ننتظر عند اللمبه هذه، خلينا ننتظر وان شاء الله لا تضبط الحركه ان شاء الله. اتوقع ان هذا المكان الوحيد لانه ما في غيره، هو نفس الوصف اللي قالوا لي عنه، خصوصا ان في هنا واحد غريب كذا لابس طاقيه ما ادري كيف شكله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام، اهلا. وين؟ بسم الله. انت عمنا القوي. مين قاعد تتكلم؟ مين؟ وينك؟ انا هنا، انا هنا، انا بيكاتشو، تشوفني؟ انا هنا. هذا هذا انت قاعد تتكلم؟ ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تتكلم انت؟ كيف؟ وانت اسمك عمنا القروي؟ ايوه انا عمك القروي، نعم صحيح. لويجي ماريو قالوا لي روح لعمنا القروي وقول له ان احنا صاروا نبغى مشروب ويكبرنا. انت قاعد تتكلم؟ دقيقة، لويجي وماريو. دقيقة، انت واحد كذاب. لا انت كذاب. وش يضمن لي كلامك حقيقي؟ ها علمني. كيف اصدق؟ طيب علمني. ها قال لي لويجي عن كلمة السر، قالوا لي انها اسمها عمنا القروي الاسطورة. صح والله كفو على لويجي، صح كلامه. اي والله انا عمه القروي الاسطورة، صحيح كلامه. عشان كذا تبغى مشروب عشان يصيرون كبار. ها ايوه يبغون. دقيقة ما عليك، عمك القروي الاسطورة الان يسوي لك اياها بسرعة الصاروخ. ايوه حط هذا، حط بعدين كذا. ايوه بعدين حط شويه حليب وكريمه. ايوه خلاص. في واحد جاي. امسك هذا المشروب، امسك. تعال ما عليك امسك هذا المشروب. خذ المشروب يلا وروح ساعدهم. يلا مع القروي. مع السلامه. لازم اروح لويجي بسرعه. وماري يا ربي بيكاتشو على مره تاخر، ما اعرف ايش اسوي. الله يستر. ماريو وش قاعد تسوي هنا؟ متخبي. انا من ذا الشغيره خاف يجيب سكني ويبيعني مره ثانيه. بابا الله الرحمن الرحيم. لا تخاف يا اخوي، ما عليك لا تخاف. واو هذاكم بيكاتشو. بيكاتشو جبت المشروب ولا لا؟ علمني. ايوه ورحت عند عمنا القروي، بس اسمعوني لازم الحين تاخذون المشروب بسرعه لان المجرم هذاك ترى جانا الحرامي. يلا ارمي علينا بسرعه. متعدين. ايوه يلا واحد اثنين ثلاثة. شكرا لك يا بيكاتشو، الصراحة يعطيك ألف عافية، والله ما قصرت معانا. شكرا لك. الله يعافيك يا لويجي. أنا الآن لازم أهرب، خلاص أنا وحش الألعاب جاه هنا يا لويجي. خلاص أنا لازم أودعكم، والله تشرفت فيكم مرة. وإحنا تشرفنا فيك. يلا الوداع يا بيكاتشو. يلا الوداع. مع السلامة، والله بشتاق لكم مرة. مع السلامة، في أمان الله. شكرا لك يا بيكاتشو الأسطورة، والله ما قصر. مع السلامة يا بيكاتشو، مع السلامة، والله بنشتاق لك كثير. خيرا حصلت يا اخوي بتاعه. تعال راح امسك وشينك منك. شكرا لكم، خبط على بيكاتشو. مع السلامة. لا بسرعة ماريو، لازم نخبط عليه. وين راح؟ وين راح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين راح شيرين؟ لا صديق على بيكاتشو. لا معقول اخذ وحش الالعاب الشرير اخوي ماريو. لازم نساعد. لازم نساعد صديقنا بيكاتشو، لازم نساعده. خلنا نروح نساعد يا اخوي، الدور راح يتحلل الالعاب. بس انتبه لا يرمي عليك المشروب تتحول لعبه مره ثانيه. عليك والله وريه شغله. عفوا عليك يا اخوي ماريو، انا لازم اجيب اغراضي واجهز كل الاشياء عشان